محاولة مرور ضغط من لاعبي الاتحاد، محاولة مختار فلاح تدخل منطقة الجزاء، مختار هدف التعادل للاتحاد. كرة كانت بكثرة اتحادية وفي العمق الشبابي تماما، مختار فلاتة كما يسجل نايف هزازي في مرمى فريقه السابق الاتحاد، يسجل مختار فلاتة في مرمى فريقه السابق الشباب، وفرحة للجمهور الاتحاد الكبير الحاضر في اللقاء الآن. هدف في الدقيقة 19 من زمن شوط المباراة التالي، هدف التعادل للاتحاد، هدف يعود به الاتحاد للمباراة بفرحة كبيرة شاهدتها من بنات ومن الاحتياط الاتحادي هنا من أعلى نقطة في الملعب. هذه عادة والكرة الجميلة مر فيها بشكل جميل مختار فلاتة من وليد عبد ربه، أخذ زاوية جميلة من الناحية اليمنى وسدد مختار فلاتة في هذه الكرة وسجل في المرمى. على يسار وليد عبد الله اللي كان بعيد عن هذه اللقطة، أيضا بعيد عن تغطية الزاوية لأنها زاوية المدافع في الأصل. مختار فلاتة ينجح في الحصول الصعب في البداية، في الحصول الصعب الذي يصل كما يصفه البعض إلى درجة البرود، ولكنها إحدى ميزات وليست عيوب أحمد الفريد. ملعوبة مختار فلاتة أمام المرمى، والثاني للاتحاد، الثاني للاتحاد في الدقيقة 26. مختار فلاتة في العمق، في العمق الشبابي يسجل ويتقدم ويتلقى التمريرات، وهدف ثاني للاتحاد. الاتحاد يقلب النتيجة، يقلب النتيجة مع العشرين دقيقة الأخيرة. هدف ثاني له في الدوري وهدف ثاني له في المباراة. مختار فلاتة شوف التمريرة في العمق كانت جميلة، وانفراد بمرمى وليد عبد الله والكرة في المرمى. التمريرة تبدو كانت من سعود كريري، سعود كريري هو من مرر في اللقطة الماضية، ومختار فلاتة هو من سدد وهو من انفرد وهو من سجل، وفي المرمى هدف اتحادي ثاني، هدف اتحادي ثاني مع فرحة اتحاد. عود الكرة مرتدة 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 الهجمة لصالح الاتحاد، الكرة إلى سلمان صبياني، سلمان صبياني لاعب مهاري، سلمان يحاول ما تزال هجمة الاتحاد، سلمان سلمان يتقدم يمر الكرة مختار مختار جول 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 ثالث، جول ثالث للاتحاد، جول ثالث في الدقيقة 30. الاتحاديون يقلبون الكرة، يقلبون النتيجة على الشباب بثلاثية، وبثلاثية هاتريك، بثلاثية مختار فلاتة. المرتدات والسرعة هي السلاح الأصفر والأسود وسلاح بنات سان خوسيه الأسباني الناجح مع بدايات الاتحاد في شوط في دوري عبد اللطيف جميل السعودي للمحترفين. ومختار فلاتة يضع الكرة، شوف سلمان صبياني عندما تقدم، عندما حاول الدخول في العمق، وعندما تمررت كرته إلى مختار فلاتة اللي وضعها بلمسة واحدة، بغمزة واحدة، بكرة الهدف الثالث لصالح الاتحاد في الدقيقة 30 من زمن شوط المباراة الثاني. نصف ساعة من ثلاثة أهداف اتحادية من في الدقيقة 9. صبياني عالية تعود كرة لسلمان، تتخلص من فرناندو مينغاز، مقطوعة أمامية في العمق إلى مختار فلاتة، وهنا مختار، مختار فلاتة، مختار فلاتة بالرابع 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 بالرابع، وهو أصبح مجنون الأهداف، وأصبح صاحب العقل، وأصبح مهما شد فيه وليد عبد الله هو يتقدم، والعمق الكرة في الأمام كده اللي يدخل في العمق، هو أصبح مختار ويسجل رابع أهدافه في الدوري، ويسجل رابع أهداف الاتحاد في المباراة ليصبح الهداف الأكبر والأول وصاحب الأربعة أهداف وصاحب الرقم الصعب. وحتى الاستلام جميل، شوفوا شوفوا وليد عبد ربه حاول وحكم اللقاء، تحسب لك يا خليل جلال انك تركت اللاعب يتقدم واعطيت الفرصة. ومختار فلاتة وضعها ايه، وضعها حطت كبار، وضعها حطت